مشاهدي قناة شوف تي في، سلام الله عليكم. كانت تواجدوا معكم دائما، ومعنا اللاعب الدولي ياسر المطاوي التيجاني اللي ما عجبوش الحال وما راضيش هو على الاوضاع، يعني بعد ما كانت الفرحه، بعد ما كانت الفرجه على مستوى ارضيه الملعب وعلى مستوى المدرجات، يعني كانوا تيفوات، كان داكشي جميل جدا، ولكن بعد نهايه مقابله رجاء الوداد البيضاوي ومولوديه وجده داكشي اللي حدث لا يشرف، ويجب الضرب على المخالفين للقانون باش يكونوا عبره لكل من سولت نفسه يقوم بمثل هذه الاعمال. غنشوف التيجاني اللي اكيد حتى هو ما راضيش وما عجبوش الحال، علاش اللي بقى يتكلمني على المقابله وعلى تتويج الوداد وعلى هذه الاحداث كلاعب دولي سابق اللي عطى كره القدم وشرف كره القدم، وما عجبوش الحال داكشي اللي وقع البارح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه، الاستضافه اللي درتوني انا باش نقوموا على المقابله ديال فريق الوداد البيضاوي ويعني مولود وجده. يعني تنتاسفوا، باقي تنشوفوا في الملاعب ديالنا، تنشوفوا يعني هذا الشغال اللي ما تيف يعني ما تي تيف يعني ما تي يعطيناش واحد الصوره زوينه وجميله بالنسبه للمغرب يعني ككل، والناس كل شيء ولا تيشوف يعني القنوات المغربيه وتتفرجوا في الكره المغربيه، وعطينا واحد يعني واحد السمعه، ما خصناش نخسروا ديك السمعه يعني ديال الكره المغربيه، ولو تطلب من الجمهور اي جمهور مغربي يعني تيشجع الفريق ديالو، الكرة راه فيها يعني فيها انتصار وفيها انهزام، خاصها تكون الروح الرياضية الطاغية في يعني في المقابلة. أما بالنسبة للمقابلة فريق الوداد البيضاوي، راه فريق راه يعني إلى هاد النتيجة اللي حصلوا عليها فريق الوجدي راه في الصالح ديالهم، هما كانوا يعني خصهم باش ينتصروا باش يهربوا يعني باش يبتعدوا من المكان المكهرب اللي غادي يقدر يخول لهم باش ينزلوا القسم الوطني الثاني، ولكن الكره اللي هي هذه خاصو تقبلون. انا كما شفتي راه يعني نهار انهزام ديال فريق الرجاء البيضاوي يعني مع شارع حوض الزنب في مدينه خريبكه، تتشوفوا الجمهور ديال الجمهور الرجاوي اش دار واش وقع الفريق من بعد، يعني الفريق ولا تيلعب بدون جمهور، يعني بزاف د الحوايج تيضيعوا لهم، يعني تيضيعوا يعني من يعني ماديا ومعنويا، وانا تنتاسف لهذا الشيء لان ما خاصناش نبقاو نشوفوا في الملاعب ديالنا المغربيه. بعد ما كانت يعني الفرجه في ارضيه الملعب في المدرجات، شنو الاحداث، شنو النصيحه اللي تبغي تقدم انت لهذا الجمهور؟ ماشي جمهور، هذو محسوبين على الجمهور، حاشا لله الجمهور يكون حقه. وهذا باش يعني كان يعني المقابله كانت جميله، وكان يعني كانوا شعارات وكانوا كلمات زوينين، ويعني كانت تكمل يعني كانت تكمل بحال كو يعني راه النتيجه راه ماشي هي اللي تتخولك باش دير الفوضى، يعني حاشا واش يعني الا كان جمهور يعني رياضي راه ما خصوش يدير هاد الفوضى، لان حنا السمعه ديالنا في المغربيه في على حسب الكره المغربيه يعني راه خاصنا نعطيو نكونوا مثاليين، والحمد لله كاع الدول العربيه تتكلم علينا يعني مزيان، وخاصنا نكملوا، لان اول يعني بلد اللي تيديروا التيفوات في يعني في افريقيا ولا شيء هما في يعني المغرب، وحنا نتمنوا باش يبقاو باش هذا الجمهور هذا يعني عامه، ماشي لا جمهور الوداد ولا الرجاء ولا جديده ولا خريبكه، حنا تنهضروا على الجمهور عامه، خصو يكونوا يعني يكونوا في المستوى، يكونوا رياضيين، يكونوا روح عندهم روح رياضيه، يعني خصو يتقبل الهزيمه ويتقبل الانتصار، يعني لا انتصر غادي يكون فرحان ولا نهزم يكون لا، خصو يتقبلها، خصو نتقبلوا هادشي هو يعني كجمهور وكلاعب، اش غادي يقول هذيك اللي خسر وخسر بزاف د الحوايج وما خدامش وتسنى في هذيك لابريم وهذاك الشيء، اش غادي يقول هذاك؟ حتى هو خصو يخرج يدير فوضى. تنتمناو يعني الجمهور ديالنا باش يوعى، ولا راه جمهور واعي لله بعض يعني بعض الناس اللي لا تكون يد خفيه يعني عندهم مصالح في هذاك الشيء، يعني انا تنقول فيهم مصالح، ان هذا لان هذا الشيء شنا واحد خمس سنين، السنه هذه واحد خمس سنين يعني يعني بين الجمهور ديال الرجاء وديال الجيش، فاش جاو يعني استولوا على يعني سرقوا المحلات، تكرفسوا على الناس، ولكن ماشي جمهور هذاك، هذا ماشي جمهور، هذا ماشي يتفرج، هذو جايين يستافدوا، هذو جايين يسرقوا. البطوله ديالنا هي اول بطوله في افريقيا والعالم. راه شوف انا قلت لك السي احمد كما قلت لك يعني في الدول العربيه الافريقيه، يعني حنا اول وحدين يعني كانوا تيكونوا مثاليين،
وتنتمنى نتمنى الجمهور ديالنا يبقى دائما الجمهور المغربي عامه باش يبقى في هذوك السمعه ديالو في هذيك المكانه ديالو اللي عاطينه الناس. وهذا يعني راه ولكن الجمهور راه ماشي كله بحال ولكن كاين واحد الفئه اللي عندها شي هدف هي اللي تجي تدير ذاك الشغل. وشكون اللي كيبان لك تعيق يرافق برشيد؟ ودابا حاليا يعني اللي غادي يرافق برشيد هو المقابله الاخرى اللي غتجري بين يعني الشباب المحمديه والنادي مولد وجده. هذا يعني ماتش غتكون مقابله صعيبه لان خاص لابد من انتصار وجده، خاص انتصار والفريق ديال وتزم خصهم انتصار. وتنشوفوا يعني الفريق ديال سريع وتزم اللي هاد يعني في الاواخر يعني خدوا مقابله صعبه وانتصروا فيهم، ويعني العوده ديالهم كانت يعني مزيانه. وتنتمنى انا اللي غادي يفوز هو اللي يبقى انا عندنا، وسيرتو الفريق لا فريق البرشيد يعني تنتاسفوا ليه لان هاد السنه ما كانش في يعني في الاوجاء ديالو اللي كنا معروفين تنعرفوا عليها. وتنتمنى يعني باش في المقابلات الاخرين يعني يكون نزاهه، تكون نزاهه ما تكونش يعني ما يكونش يعني التلاعبات في المقابلات. هذا هو اللي تتمناه باش اللي يكون في هذه المقابلات. اذا كان معنا تيجاني المعطاوي لاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. بهذا غنهيو هذا المباشر على امل لقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.